السلام عليكم طلاب، اليوم عندنا شرح المحاضرة 15 الـ External Ear والـ Middle Ear. بالبداية عندنا راح ناخذ على الساوند الـ Acoustics اللي هي مثل الـ Properties of the Sound. أول شيء هو الساوند شنو؟ عبارة عن Wavy Change، يعني تغيير موجي، مثل ما تشوفون عبارة عن موجة تتغير، تصعد وتنزل، تغيير موجي in pressure particles، يعني بالضغط على جزيئات الوسط، يعني البريشر مال جزيئات الوسط راح يزداد ويقل بالالاستيك ميديوم. فهذا التغير بالبريشر راح يكون على شكل ويفي تشينج، على شكل موجات، وراح ينتج لنا الصوت، يعني لما ننتج مالتنا الصوت. فالبروبرتيز عندنا تو بروبرتيز اوف ذا ساوند اللي هي الانتنسيتي والفريكوانسي. الانتنسيتي هي اللاودنس، يعني شنو امبليتيود، يعني شنو السعه، يعني السعة يعني النقطة اللي الذروة اللي يوصل لها الصوت، يعني مثل هاي الموجة الصوتية أعلى نقطة يوصل لها هي نسميها الانتنسيتي، يعني كل ما زاد الارتفاع مال الموجة الصوتية زاد الانتنسيتي اللاودنس، يعني العلو مال الصوت، يعني يحدد لنا العلو مال الصوت هو الساوند انتنسيتي اللي هو مقدار ارتفاع الموجة الصوتية. كل ما ترتفع أكثر كل ما هاي لاودر، هاي كويتر. ليش هاي لاودر؟ لأن هاي أعلى من هاي. وديسكرايبايز لاودنس قلنا هي اللاودنس، وميجرد باي ديسيبل الوحدة القياس مالتها دي بي نسميها الديسيبل، هاي الانتنسيتي اللي هي علو الصوت. هسه عندنا الفريكوانسي اللي هو يحدد لنا البيتش، يعني نوع الصوت، مثل ناعم، خشن، هاي زئير، صفير، ذني السوالف، يعني النوع مال الصوت. فكل ما الفريكوانسي عبارة موجات بالتايم، يعني عدد الموجات بالتايم، مثلا بواحد ثانية هنا اكو موجة وحدة، بنفس هاي واحد ثانية هنا ثلاث موجات، لذلك هنا هاي راح تكون higher pitch. كل ما زاد الفريكونسي راح يزداد البيتش، وكل ما قل راح يقل البيتش. describe as pitch tone يعني هو قلنا يعني نوع ما الصوت، والبيتش يعني هاي مثلا قلنا صوت المرأة تكون ليش انعم من صوت الرجل، لان هي يكون عندها high pitch، هاي اخذناها ملزمة 13. والميجر باي هرتز يعني نقيسه بوحدة قياس الهرتز، لذلك الإنسان يسمع الصوت من 160 ديسيبل، من 1 إلى 160 ديسيبل يقدر الصوت يسمعه، وبالهرتز من 20 إلى 200 هرتز الفريكوانسي اللي يقدر يسمعه، مثل ما تشوفون هنا الكونفرسيشن العادية بال 65، هاي حجي ديسيبل دا نحجي. مثلا عندك الدي جي بالمية وخمسة وعشرين، هاي الصاروخ فوق قوي، وهكذا. هاي يعني مجرد يعني مقدمات. هسه قبل الأخير شيء عندنا ملاحظة، إنه الصوت إذا كان أعلى من 120 ديسيبل ومفاجئ، يعني إجى فجأة على الأذن صوت أعلى من 120، يسوي لنا مرات دمج للإيردرام، للطبلة مال الأذن اللي هو أكوستيك هاي ممبرين. هسه ايش عندنا؟ هي هسه قلنا ذيك ملاحظات على الصوت، هسه راح نبدي بالاير. الاير هي ثلاثة اجزاء، external, middle, internal، ثلاثة موجودات بالبترس part of temporal bone، يعني بالtemporal bone، بالبترس part مالته. حتى الايوريكل هذا صيوان الاذن هو اصلا متعلق بالtemporal bone. فاول شي عندنا الاكسترنال اير اللي هي تتكون من الايوريكل اللي هو قلنا متعلق بليجامنت بالتيمبورال بون، والفتحه مالته اللي هي الكونكا، ومن الفتحه اللي جوا عندنا الاكسترنال اوديتوري ميتاس، هاي القناه اسمها اير كانال، اكسترنال اير كانال، اللي هي طولها الوحده 2.5 طولها، وتنتهي الاكسترنال اير وهي هاي الكانال بالاير درام اللي هو تيمبانيك ميمبرين. الاير درام طبله الاذن، هذه طبله الاذن مثل ما تشوفون بهاي الصوره، هذا ايوركل، هاي الكنال، وهاي طبلة الاذن تكون قمعية الشكل. هسه راح ناخذها، هاي الاكسترنال اير، ورا تجينا الميدل اير، ورا الانر اير. الانر راح ناخذها بالنيور اناتومي مو بهاي الملزمة. زين، ايش عندنا؟ عندنا هسه الفاكشن الاكسترنال اير كولكشن ساود ويفز، يعني بس تجمع لنا الساود ويفز وتدخلها، هاي الاكسترنال. الميدل اير شو تسوي؟ ترانسفورميشن ساوند ويفز، تحولها الى ميكانيكال وير ويف ان بوني بارتيكلز ان هاي اوسيكلز
بالاوسيكلز يعني بالعظيمات راح تحول لنا الساوند ويفز راح تتحول الى ميكانيكال ويفز عن طريق الاوسيكلز العظيمات. وهسه راح نفتهم هاي اذا تذكرون المطرقه والسندان والركاب، وتسوي اجيومنتيشن للصوت الضخم الصوت. هسه راح ناخذ شلون، والانر اير اكيد راح تحوله الى الكتريكال امبلس يعني نيرف امبلس. وهذا مثل ما تشوفون هاي هم صورة توضيحية ثانية، هاي الميدل اير وهاي الانر اير. هذا نفس الحكي قلنا الاكسترنال شو تسوي، هاي كولكت وترانسميت تجمعها وتنقلها، هاي اجيومنت تسوي لها وتنقلها تحولها من الاير هاي ويفز من الاير ويفز الى ميكانيكال موفمنت ان اوسيكلز بالعظيمات، وبعدين الانر من الميكانيكال ويفز الى نيرف امبلس وتنقل عن طريق الثامن اللي هو هاي فيستيبيلو كوكليار نيرف الكرينال نيرفز الثامن، هو راح ينقل لنا الصوت. زين هسه راح نبدي بالاكسترنال اير وراها ناخذ الميدل اير. اول شيء الاكسترنال اير مثل ما تشوفون تتكون قلنا ثلاث شغلات اللي هي الايوركل هذا البينة اللي يتعلق عن طريق ليجامنت بالتمبورال بون، اكسترنال اوديتوري اكوستيك ميتاس هاي القناة، واخير شيء التمبانيك ممبرين هذا الطابلة تمبانيك ممبرين نسميه او الاير درام نسميه. هسه راح ناخذ واحد واحد وخصائصهن. اول شيء راح ناخذ الايوركل، هذا الايوركل والله ما مبين هو زين. الايوركل قلنا بالبداية الاكسترنال بارت اوف اكسترنال اير يتعلق بالتمبورال بون عن طريق ليجامنت، يتكون من اغلبه كارتليج ما عدا هذا الجزء اللي هو نسميه اللوبيول اللي هي الشحمة، هاي نسميها الشحمة مال الاذن، هو كله كارتليج مثل ما تشوفون بهاي الصورة ما عدا هاي المنطقة الصغيرة اللي هي الشحمية نسميها اللوبيولز. زين والباقي يعني هو كله سكيليتون كارتليج ما عدا هاي المنطقة. زين يشابه عند اكثر الناس، يعني اكثر الناس يشابهون بالايوركل. وشبيه هسه الايوركل بي ذني مثل ما تشوفون ذني الخريطة مالته، هذا مثلا هذا الخط وهذا وهذا، هاي ليش هيج؟ هاي يعني مو عبطين، هاي حتى تجمع الساوند ويفز يعني باي اتجاه الساوند ويفز يجي على اذنك راح ينعكس على ذني هاي اللاينز وراح يدخل للاذن. يعني ذني وظيفتهن كولكشن اوف ساوند ويفز، يعني باي اتجاه يجيك الساوند ويفز راح يدخل على ذني اللاينات مثل ما تشوفون هذا 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 راح ينعكسن وراح يدخلن اللي جوه ماشي. ف ذني اللاينات مهمه اللي هي نسميهن هاي مثلا هاي تراغاس والانتي تراغاس. هاي التراغاس هاي الارتفاع تقدرون تلزموه بصف الفتحة، هذا الارتفاع نسميه تراغاس، وهاي المقابيلة همك ارتفاع صغير فوق الشحمة نسميه انتي تراغاس هذا، وعندنا هذا الهيلاكس هذا الكبير وهذا الانتي هيلاكس مقابيلة، عندنا هذا تراينجولار فوسة وعندنا هذا هيليكال كرورا هاي وهاي، هاي اللوبيول قلنا، هاي الكونكي هاي كافام والسيمبا كونكا سيمبا، وهي الفتحة أصلا اسمها كونكا. فيعني مثل ما تشوفون ذني اللاينات ذني لازم تعرفون أساميهن ذني، وقلنا وظيفتهن كولكشن اوف ساوند ويفز. وأخير شيء الأيوركل يكون مغطى بسكن كفرت باي سكن. هسا عندنا الأيوركل مالت النيرفز والفيزلز، الفيزلز بوستير أيوركل وأيوركولار وسوبرفيشال تيمبورال مالت السبلاي. اما النيرفز فمثل ما تعرفون فثلاث نيرفات الايوركل، احنا دايما نحكي هسه على الايوركل. اول شيء عندنا الجريت ايوركل اللي هو سباينال نيرف مال سي 2 سي 3 ايوركولار برانش، اللي الجريت ايوركولار اللي هذا اللي لون الوردي يغذينا هاي المنطقة باللون الوردي، هنا اكو منطقة شوية من وراي بالاذن يغذيها لازر اوكسيبيتالس لازر اوكسيبيتال هذا هم سباينال نيرف، هاي هيج المنطقة شوية صغيرة ورا واصلا ما ذكرها الدكتور بس هي مكتوبة بالصورة. فهسا اول شي عندنا قلنا هذا اللون الوردي يعني سكن السوبرفيشال يغذي الكريت ايوركولار،
أما عندنا هاي المنطقة اللي من قدام اللي هي مثل يم الزلف، منطقة الزلف اللي قدام الأذن ويم هاي ماندبلو تيمبورال جوينت، يغذيها الأيوريكولو تيمبورال برانش اللي هو برانش مال ماندبولار برانش مال ترانجمينال نيرف، مثل ما تتذكرون يغذينا هالمنطقة هاي من قدام هاي الصفرة. وأخير شي عندنا الفيغاس نيرف الأيوريكولار برانش أو فيغاس نيرف اللي هو هذا النقاط الحمر، يغذينا هنا هاي المنطقة يم الكونكا يم المدخل ويطب جوا الاكستيرن اوديتوري ميتاس، كلها هي يغذيها الفيغاس نيرف، ما عدا نقطة صغيرة جوا يم الاير درام يغذيها الفيشل. هسه راح ناخذها، لا تدوخوا روحكم. المهم الايوريكال ثلاث نيرفات، هاي منها من ورا ومن جوا الجريت ايوريكال السباينال نيرف، من قدام يم الزلف اريكولو تمبورال مال مانديبيلر، وهنا يم الكونكل المدخل، هذن النقاط الحمر يغذيهن الفيغاس نيرف. ايش عندنا بعد؟ عندنا الفيغاس نيرف هنا اكو مرات يقول لك لما تنظف اذنك ايش راح يصير عندك؟ راح تقوم تقح، هاي القحة يعني راح يصير عندك ريفلكسز، لان هو الفيغاس نيرف نفسه يغذي لنا الفارنكس واللارنكس، يغذي لنا هاي المنطقة، فمرات يصير ريفلكس وراح تقوم تقح، يعني شيء طبيعي بسيط. هذا نفس الحكي. زين هسه الامبريولوجيكالي الاير تجينا من ست اماكن، يعني الاذن هاي بالامبريو بالديفلوبمنت تجي من ست اماكن، لذلك القاعدة تقول كل ما زادت الاورجن المالتيبل اورجن مال اورجان راح يزداد الكونجنتال يصير بي، يعني هاي كمان، لذلك اكو كمان كونجنتال ديزيز موجوده بالكونجنتال ديفكت مو ديزيز موجوده بالاير، مثل البري اوريكولار تاكس اللي هي مثل ما تشوفون هذا الهيلاكس وحدين مخارج الاذن مو بالاذن داخل الاذن يطلع وحده، وهذا الساينس اللي هي تكون عندنا مثل الفتحه هذه، يعني بدرجات مختلفة مفتوحة هاي الفتحة وتبين بدرجات مختلفة، ودائما تكون بها يصير بها انفكشن وبها جراحة، ولازم هاي مرة نسوي لها ريموفز. هاي الانوشيا والمايكروشيا هاي ما عدا اذن، وهذا اذنه صغيرة كل شيء مطبوقة، هاي هي الايوريكال ديفكت الكمان، هذا نفس الحكي. زين هسه خلص الايوريكال، اخذنا مات النيرف سبلاي واخذنا مات هاي الكلينيكال، هسه عندنا الاكسترنال اكوستيك ميتس الجزء الثاني مال الاكسترنال اير اللي هو يكون عباره عن اس شيب طوله 2.5 سنتيمتر 2.5 سنتيمتر. هذا الاس شيب كلش مهم، ليش مهم؟ حتى الصوت مو قبل يدخل على الاير درام، مثل ما تشوفون اذا اس شيب، وين هاي الصوره كانت هنا أنا اوضح، لا مو هاي ولا هاي ولا هاي، مثلا هاي الصورة، هذا الإيردرام، حتى الصوت لما يدخل ما يدخل يجي قبل على الإيردرام، لا راح يرتطم بشكل اس شيب، اذا دخل مثلا دفعنا في شيء او دخلت مثلا خلينا نقول مثلا حشرة صغيرة او هذا الواكس الشمع بالاذن اذا دفعناه ما يدخل ما قبل يوصل على الإيردرام، لذلك هذا كلش مهم الاس شيب كلش مهم. ليش؟ بروتكتيف، يعتبر هذا الاس شيب بروتكتيف، لذلك الاير راح تكون مثل التونيل مثل النفق، اكسترنال اير تصير مثل النفق مثل النفق، وما نقدر ما نقدر نشوف الاير درام، يعني هسه اذا باوعت بدنك ما راح تقدر تشوف الاير درام، واهم وظيفه للاس شيب هو بروتكتيف، هاي كلش مهم الاس شيب. زين هسه ايش عندنا؟ عندنا هي الكنال اللاترال وين ثيرد، يعني الثلث اللاترال الخارجي هو عباره عن كارتلجينيوس بارت، اما التو ثيرد الداخليات هي عباره عن بوني بارت، لذلك الهير والسيرومن سيرومن اللي هو الواكس الشمع مال الاذن والهير موجودات بس بالكارتلجينيوس بارت، بس بالثلث البري، لذلك يقول لك لا تنظف اذنك لا تدخل شيء بيها، لان يعني انت لما تدخل شيء باذنك راح تدفع الواكس والهاي من الجزء الهاي اللي هو من الجزء الموجود بيه للجزء الخالي للبوني بارت، فراح تنسد الاذن ومرات حتى يوصل للايردرام، فهاي لازم ننتبه عليها. هسه قلنا الاكستيرن اكوستيك ميتاس مثل ما تشوفون اس شيب، حتى البروتكتيف قلنا مو اي شيء يدخل الاذن قبل يوصل للايردرام،
الثلث الخارجي هو كارتجينيوس بارت اللي يحتوي على الهير والواكس، وهذا الجزء بوني بارت. بعد ايش عندنا ملاحظات؟ ها ايش عندنا مثل ما تشوفون انه التمبانك مبرين مثل هاي الصورة ما صاير عدل هيج، لا صاير هيجي مائل مثل ما تشوفون هنا أنا مائل، لذلك الفلور راح يكون اطول من الروف بخمسة مليمتر. شوف صورة اوضح مثل هاي الصورة، انه هذا ما صاير هيجي، هذا ما صاير هيج، لا هيجي، لذلك الفلور اطول من الروف بخمسة مليمتر. هاي ملاحظة مهمة. زين هسه اذا الاذن وين واقعة؟ هي هاي القناة، اذا تخيلناها قدامها موجود هاي تيمبرو مانديبولار جوينت قدامها موجود، هو هي هاي الفتحة، دخلوا صبكم باذنكم وشوفوا قدام هي هاي القناة موجود هذا الجوينت، ووراها موجود الماستويد بروسس، تقدرون تحسوا ورا الاذن الماستويد بروسس. الفيزلز اللي يغذينا الاكسترنال ايوكستيك ميتاس نفس مال ايوركل اللي اخذناهم قبل شويه، اللي هي بوسير ايوركل وهاي سوبرفيشال تمبورال. النيرف سبلاي قلنا احنا الاذن من قدام يم منطقه الزلف يغذيها الاريكولو تمبورال، يعني يغذي منطقه يم الزلف ومنطقه جزء صغير بالاكسترنال ايوكستيك ميتاس، بس هو الاكثر واحد يغذيها هو الاوركولار برانش اوف فيغاس، وهذا اللي يغذينا هي هاي الميتاس. والفيشيال نيرف يغذينا منطقه صغيره هيك مثل النقطه يم الايردرام يم التمبانيك مبرين، الفيشيال نيرف راح نشوفه يغذينا منطقه صغيره، بينما السائد اللي يغذينا هاي الاكوستيك ميتاس القناه الاوركولار برانش اوف فيغاس نيرف، وقلنا الاوركولار تمبورال برانش يم الزلف منطقه يم الزلف هاي الصغيره جوه هو يغذينا اياها. ايش عندنا ملاحظات؟ اخذناها فيريكولار برانش هاي ما اخذناها، وقلنا هاي لما تنظف اذنك مرات تقوم تقيح لين هو الفيغاس يصير بيرفلكس. زين هسه الفاكشن، هسه احنا اخذنا الجزء اول جزئين يعني الايوريكل والاكسترنال اكسترنال اوديتوري ميتاس، ذني اول جزئين مال اكسترنال اير، فهسه مالتهن الوظيفه اثنيناتهن اول شيء كولكت ويفز مثل ما تشوفون بهاي الصوره، بهاي لما قلت لكم الصوت باي جهه يجي راح ينعكس على ذني اللاينات الهيلاكس والانتي هيلاكس والتراغاس والانتي دراغاس مثل ما تشوفون بهاي الطريقه، باي جهه جاي يجي يصير بيرفلكس، يجي من هنا يصير بيرفلكس ويجي للكونكه ويدخل للكونكه، هي هاي اللي قلت لكم عليها ذني لازم نعرفهن، هاي مهمه. لذلك هسه قلنا مالتهن اول شيء كولكت ويفز بهاي الطريقه عن طريق وجود ذني الهيلاكس والهاي، والميكانيكال بروتكشن اوف ذا ايردرام الاس شيب قلنا لما مو اي شيء يدخل او اذا صوت عالي قبل راح يوصل للتمبانك، لا راح يلتطم فتقل مادته الحده او توقفه. والكيميكال ديفنس السيرومن اللي هو الشمع الواكس هم يعتبر كيميكال ديفنس، هذا حتى يطب مايكروبات وحشرات وذني السوالف. اذا هاي الفاكشن، وبعد ايش عندنا؟ وورم ذا اير، هم هاي الفاكشن ما مكتوبه بهاي الصوره، يدفئ الهواء عن طريق هو الهير الموجود بيه والهاي الواكس راح يدفئ لنا الهواء. فهي هاي الوظائف مال الايوركل والاكسترنال اوديتوري ميتاس. هذا الشيب هذا اخذناه هنا الاس شيب مهم، هذا ما اخذناه. زين هسه ايش عندنا؟ عندنا اذا نريد ننظف اذننا بالهاي مثلا اوتوسكوبي، جهاز الاوتوسكوبي لازم نسحب الاذن بوستيريوري سوبيريور، يعني اللي ورا واللي فوق نسحبها، واوتورد اللي برا، يعني ثلاث اللي برا واللي ورا واللي فوق بسحبه وحده لازم نسحب العين. مثل ما تشوفوا اذا سحبناها هيج راح هي مو هيج، هي على هاي الخط راح تكون هيج، راح يكون خط عدل، لذلك راح الايردرام يصير بوجهنا، لما نسحبها اللي فوق واللي ورا راح ترتفع فراح يصير هذا المسار مالتها، فراح نقدر مثلا ننظفها او شيء. هاي عمليات التنظيف، هاي نفس الحكي. شوف هذا مصمم بتصميم دقيق to collect all the sound waves that reach to your ear، نفس الحكي بيدخلها الكونكل نفس الحكي.
وقلنا الواكس موجود بس باللاترال one third of the external auditory meatus بالcartilaginous part. هسا عندنا الفيشر اوف سانتوريني، هذا الفيشر اوف سانتوريني بالفلور مال external auditory meatus، هيج فيشر فتحة مثل الفيشر فتحة مثل ما تشوفون هي هاي تدخل اكو فتحة. هذا الفيشر راح يربط لنا الاير بالسراوندينج ستراكشر مثل باروتيد جلاند تيمبورومانديبولار جوينت. لذلك اي انفكشن او ديزيز بذن السوالف راح ينتقلنا للاكسترنال اير. هذا مهم الفيشر. أساعدنا الجزء الثالث من الاكستيرنر اير اللي هو التيمبانيك ممبرين خير شي. هذا مثل ما تشوفونه هذا التيمبانيك ممبرين او الاير درام اللي هو قلنا يكون مائل، لذلك الفلور راح يكون اطول من الروف وراح يكون زاوية ويا الفلور تقريبا نتراوح بين 45 إلى 50 هاي الزاوية. فهذا هو غشاء هاي ثين وشبه شفاف سيمي ترانسبيرنت، يكون على شكل كون يعني مثل القمع، قمع الشكل هيد شكله مثل ما تشوفون هاي طابة اللي جوا مالته تقريبا هيد شكله. لا ما جبت عدله، لحظة ام قوي بالرسم، هيش تقريبا هيش شكله مثل القمع هذا شكله تقريبا. لذلك المنتصف مالته المكان النصف هاي شلون نقول الفتحة مال القمع المحقان النص نسميها راح نسميها الأمبو، هاي مهمة الكون هو السنتر از كولد أمبو. زين ايش عندنا ما طول هو قمع الشكل الاوتورد سيرفز مالته راح تكون كونكيف والانر سيرفز مالته الاوتر سيرفز اقصد راح تكون كونكيف والانر سيرفز مالته راح تكون كونفكس. زين هسه ايش عندنا؟ عندنا ثلاث عظمات مال صحنا بالميدل اير بس هسه راح اخذها حتى ناخذ الميكانيكيه هسه نخلص من يمها. ثلاث عظمات تذكرون منطقه مطرقه وسندان وركاب اللي هي المالص، هاي المالص اول وحده والانكاس الثانيه والثالثه الستيبيز. مالص انكاس ستيبيز ذني ثلاث عظمات. فعندنا المالص بيها الهاندل اللي هي مثل المطرقه الايد مالتها هاي الهاندل، ما هي هاي المالص، هاي الهاندل مالتها راح تكون مرتبطة ويا الابر بارت مال تيمبانيك ميمبرين ملزوقة لزق ما نقدر نفصلهن. مال من هاي مال مالص اول عظمة الهاندل اوف مالص. لذلك التيمبانيك ميمبرين راح نسميه جزئين، نقسمه جزئين ونسميهن سدس من يما راح نسميه بارس فلكسيدي سدس بس من التيمبانيك ميمبرين اللي هو المنطقة اللي يرتبط بيها بالهاندل اوف مالص. هاي المنطقة راح نسميها بارس فلكسيدة اللي هي تكون شوية بها رخاوة بارس فلكسيدة، بينما الباقي الخمس اسداس من يم الباقي نسميها بارس تينس اللي هي تكون كلش مسدودة، هي من اسمها تينس وفلكسيدة. فهسه التيمبانيك مابرين يرتبط بالهاندل اوف مالص اللي هي اول عظمة بمنطقة البارس فلكسيدة اللي هي تكون شوية راخية اللي يتكون سدس واحد من ستة من تيمبانيك مبرين كله، اما الباقي التيمبانيك يسميه بارس تينسة. زين ورا الهاي هسه اخذنا الهاندل قلنا الهاندل اوف مالص. زين هسه قلنا الانكاس راح يرتبط هذا الانكاس العظمة الثانية راح ترتبط بالمالص والانكاس ايضا راح ترتبط بالستيبيز. فلما يجينا الاير بارتيكل راح تضرب التيمبانيك ممبرين راح يهتز التيمبانيك ممبرين، لما يهتز راح يحرك لنا ويا الهاندل اوف مالاس راح تحرك لنا الانكاس وراح تحرك لنا الستيبيز. الستيبيز اللي عندنا الفوت اوف ستيبيز، هاي في شيء اسمه الفوت اوف ستيبيز، هاي الفوت اوف ستيبيز راح تضرب سائل موجود بالكوكليار، هاي الكوكليار هاي مال العصب مو العصب في شيء مسؤول عن السمع راح ناخذه هي الانر اير راح ناخذه بالانر اير. هنا بس هيك ماخذين انه الستيبيز الفوت اوف ستيبيز تضرب لنا الفلويد مال كوكليار فراح هي تتحول لنا احنا مو هي الاير بارتيكل حولناها الى ميكانيكال ويفز عن طريق العظام
فراح تحولها تضرب السائل، والسائل راح يحرك لنا النيرف، وراح يتحول الى نيرف امبلس، وراح يتحول الى هي نيرف امبلس، وراح يوصل النيرفز. فهي هاي المسار مال هاي الصوت. يجينا بارتيكلز يضرب الايردرام اللي هو التمبانيك ميمبرين، يحرك لنا ذني ثلاث عظمات، وذني ثلاث عظمات راح يحرك لنا الفلويد الموجود بالكوكليير، وراح ينتجي لنا يتحول هاي الويفز الساوند ويفز تتحول الى الكتريكال ويفز. ايش عندنا؟ عندنا ملاحظه انه الميدل اير تكون ايريتد، يعني منطقه بها اير، لا بها فلويد ولا مجرد اير، وما يصير يعني تخلو من الاير، لازم بها اير اير. وهسه راح ناخذ لما تنسد ويصير بها فلويد وذن السوالف اذا تذكروها. بعدنا احنا ماخذين الميدل، بعدنا بالتمبانك مبرين. لذلك هسه خلصنا التمبانك مبرين، قلنا سيمي ترانسبيرنت مالت الابعاد الانتيريو بوستيريا يعني من قدام وورا 8 ملم، والفيرتيكال الارتفاع مالته 10 ملم مثل الدائري وكون شيب. واخذنا ذني ثلاث عظمات وشون ينقل الصوت، ومالته الجزء بارس فلكسيدو والبارس تينسي. زين هسه عندنا هذا التمبانك مبرين بالاوستيوسكوبي، هاي مهمة الصورة ويجوز تجي. فأول شيء التمبانك ممبرين هذا مثل ما تشوفونه مثل الدائري دي يصير، واللون الرصاصي على أصفر، هذا مثل ما تشوفون بلون الرصاصي. فأول شيء بالأوستيوسكوب عندنا في شيء اسمه كون أوف لايت، هاي تطلع لنا بالأوستيوسكوب، هاي كون أوف لايت، هاي لازم نعرفها. ليش؟ لأن هاي اتجاهها راح يكون انفيريو بوستيري، هاي انفيريو انتيريوري أو انتيريو انفيريوري، يعني شنو انتيرير وانفيرير اتجاهه، هاي تكون الكون اوف لايت. لذلك هاي جاي سؤال يقول لك هاي الاذن، جايبين لهم هاي الصوره ويقول لك هاي الاذن او التمبانك ميمبرين ليفت لو رايت، فانت ما طول هاي الانتيرير وهاي الانفيرير، فهاي راح تكون الرايت. لو كانت الليفت راح يكون الكون اوف لايت هنا، فهاي كلش مهمه الكون اوف لايت، نعرف من يمها الاتجاه تكون انتيرير وانفيرير، يعني هاي الانتيرير وهاي الانفيرير، فراح نعرف من يمها الرايت لو الليفت. لذلك هذا التمبانك مبرين وهاي الكون اوف لايت. اللي بالنص قلنا شو نسميها؟ الامبو، هاي رقم 6 الامبو اللي هي السنتر مالته. عندنا هاي اللي تشوفوها منها صايره مثل العكس، هاي مثل العكس صايره مرتبطه بيه من فوق، هاي نسميها هاي الهاندل اوف ماله، صي هاي هو هذا التمبانك ممبرين وهي هاي مرتبطة بي لازقة بي وصايرة مثل العكس، هي هاي الهاندل اوف مالس. ايش عندنا بعد يم الهاندل اوف مالس؟ فوقها دائما تصير فوق الهاندل اوف مالس هي البارس فلكسيدة، المنطقة مال البارس فلكسيدة تصير هي يعني كاوستيوسكوب، هي المنطقة مال الارتباط هي البارس فلكسيدة، بس كاوستيوسكوب اوستوسكوب اوستوسكوب تصير البارس فلكسيده هنا فوقه، وهاي الباقي كلها هاي البارس تينسه. وعندنا هاي رقم 5 اللي هي شورت بروسس اوف انكاس، راح ناخذها بعدين. ايش الملاحظه؟ تمبانك ميمبرين دايميتر بيز لايك ابا، يعني قطعه الهاندل بيكوز تمبانك ميمبرين نفس الحكي. زين هذا هم نفس الحكي. هسه اللاير تمبانك ممبرين يتكون من ثلاث لاير، الاوتر لاير اللي هي نسميها موديفايت، عباره عن موديفايت سكن، هاي التمبانك ممبرين هو هذا ثلاث لايرات بي، والانر لاير هي الميوكاس ممبرين، والانترميديت هي اللامينا بروبريه اللي هي عباره عن شنو فايبراس لاير وبها كولاجين مترتب سيركولار وراديال دايركشن، هاي الانترميديت لاير اللي هي اللامينا بروبريا. زين ايش عندنا بعد؟ عندنا الميدل اير ويتش كولد الجزء الراخي البارس فلكسيدي، وقلنا الباقي نسميه بارس تينسي، يصير ينحب بسرعه مو مثل الفلكسيدي. البارس تينسي يكون لامع يلمع، ولما يصير به شيء لما ينضرب او يصير به يعني هاي بورفريشن او هاي راح يلحم بسرعه ينشق، احنا نقول راح يلحم بسرعة مو مثل البارس فلكسيده. ليش؟ لان هو يكون تينس، البارس فلكسيده يتأخر اكثر من البارس تينسه. نفس الحكي هذا
هاي نفس الصورة مثل ما تشوفون، هذا الهاندل اوف مالاس رقم واحد، وهاي البارس فلكسي دي، وهاي الباقي كله بار ستينسي. هذا الكون اوف لايت، هنا الانبو بس ما مأشرها، والهاي شورت بروسس اوف انكاس، وهذا المكان اللي تشوفوه هذا الابكس اوف مالاس. احنا مو خدنا الهاندل هاي رقم واحد، وهاي الابكس يم البارس فلكسي دي. زين هسه بروفريشن اوف ذا ايردرم لمن يثقب، شنو اللي يسبب له الثقب؟ اما دايركت تروما مثلا ندخل هاي مال تنظيف، او بريشر انجريز مثلا انفجار او راجدي قوي او انفكشن، فراح يصير كوندكتيف هير لوسينج. شنو الكوندكتيف؟ يعني احنا الميدل اير والاكسترنال اير وظيفتهم كوندكتيف، لذلك لما يصير بيهن ديزيز راح يصير كوندكتيف هير لوسينج. يعني شنو بالتوصيل؟ مو شغلة نيورو، شغلة كوندكتيف، ينثقب ممبرين، تنسد الاذن، وهذا يعني الكوندكتيف بيها مجال يتصلح. اما ذاك النوع الثاني اللي هو النيوروسنس هير لوزينج، النيوروسنس يعني بالنيرف، مضروب نيرف، هاي راح ناخذه بالانر اير يصير هذا النيوروسنس. ورا الانر اير ذني اذا تذكرون بالنيورو اناتومي، هو كله بالنيورو اناتومي. لما ناخذ هذا اللي بعد ما له شعر هذا نسميه نيوروسنس، بس الكوندكتيف لا، هذا بالميدل والاكسترنال، انه يعني هذا مو بالنيرف، انه بستراكشر وبيها مجال يتصلح. مثلا الميدل اير تنترس مي او تنسد اوستاكيان تيوب، فراح يصير عندنا كوندكتيف هير لوزينج، او هو قلنا ينثقب التيمبانيك ميمبرين. هسه شدنا عندنا هذا الابلايد نوتس اون ذا نيرف سبلاي ذا ايردرم اللي هن الفيغاس والفيشل، عليه النوتس. اول شيء لما نسوي مرات كلينيك للفيغاس راح يصير هاي Vagus reflex كاي cleaning of the air may lead to vagus reflex، اللي هي ايش راح ينتج لنا؟ مثل ما قلت لكم الكاف، لان هو الفيغاس يغذي لنا الانكس والفالانكس، ومرات يسوي لنا هايبوتنشن وبراديكارديا، ومرات حتى سينكوب نسوي. ليش؟ لان الفيغاس هو باراسمباثيتك للهارت، فراح يتحفز الباراسمباثيتك، فراح يصير عندنا هايبوتنشن وبراديكارديا، ينزل الضغط ما تفادى المريض دائما نخليه ينام ويرفع رجله. مثل هاي الحالة 3 دقائق راح يرجع الوعي. هاي النوتس مال فيغاس. اما الفيشيال، اكو مرض اسمه هيربس زوستر اللي هو الحزام الناري، اللي هو يعطينا رامسي هانت سيندروم. هذا الحزام الناري يعطينا هاي السيندروم، اللي هو شنو هذا الحزام الناري؟ هذا الحزام الناري يصيب السنسوري نيرز، فهذا لما صار يم الاذن، هاي تشوفون مثل البقع تصير هنا مثل بهاي الرسمه، لما صار بالفيشيال نيرف ظلوا يدورون عن السنسوري مال فيشيال نيرف، لان هو كانوا قبل يدرسوه كبيور موتور، فلقوا انه يغذي منطقه يم التمبانيك مامبرين باللي هي اكستيرنال اوديتوري ميتاس بالبوستيريو سوبيريور. يعني شنو؟ يعني مو هيك من الداخل، مو يعني هي مو مثلا هي مثل الصونده هاي القناه، فما يغذيها من جوا من الانر بارت، لا من الاوتر بارت، فهاي نسميها بوستيريور وسوبيريور من فوق. فهي هاي منطقه صغيره يم الايردرام بالاكسترنال اوديتوري ميتاس فوق، كل يعني بالبوستيريور بارت، يعني مثل الصونده بالغلاف الفوق، الغلاف الخارجي مو بالغلاف الداخلي، فوق هو هذا هناك المكان مال فيشيال نيرف. لذلك اكتشفوا هذا الهيربس زوستر الحزام الناري، الفازيكلز، هي فازيكلز تطلع هنا يم الاذن، يم الايوريكل تطلع، وتطلع بالبوستيرير ميتال وول. قلت لكم هي وين مكان الفيشيال، يعني مو هاي، هي هاي الصوندي، هاي الانر بارت مالتها، وهذا الاوتر بارت، فيعني هيج هاي الانر بارت وهذا الاوتر بارت، فهي تطلع لنا بالاوتر بارت هنا نسميه بوستيرير سوبيرير، هم هنا يم منطقة اللي يغذيها الفيشيال والبارت اوف ايردرام. وايضا ايش راح تسوي لنا هذا الحزام الناري؟ راح تسوي لنا لور موتور فيشيال بالسي، هاي اللي اخذناها السؤال في الشلل. هسه هاي خلصت الاكسترنال اير، واخذنا مالتها الكلينيكال. هسه ورا الاكسترنال اير، ورا ما كملت راح ناخذ الميدل اير. هاي الميدل اير، هذا الاير درام، تبدي الميدل اير تبدي ورا الاير درام، وهي صغيره وبسيطه وسهله، هي اسهل وحده. اول شيء شكلها يكون باي كونكيف سيكست وولد مثل الغرفه، بس شنو باي كونكيف؟ يعني منها محدبة ومنها مقعرة ومنها مقعرة، مثل ما تشوفون بها تقعرين. هاي التقعرات ليش؟ لان هنا موجود الاير درام التمبانيك ميمبرين، هنا يقعد، وهنا تقعد الكوكليار، الكوكليار خصوص هذا مالته الجزء
هسه راح ناخذه تم طار من بالي، هسه راح ناخذه. فهنا الطعجه مال كوكلير وهاي الطعجه مال تمبانيك فصارت باي كونكيف، واقرب منطقه هاي اللي دي نشوفها من الانبوه للمنتصف مال هاي هنا طولها 2 مليمتر، اللي هي تكون هاي اقرب منطقه بين التول باي باي كونك باي كافيتي. بس خلينا نشوف هاي بين البرومتري برومنتري 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 هاي اسمها المنطقة مال كوكليار، هاي المنطقة اسمها برومنتري، هي الأقرب وحدة لل هاي الميدل اير. فأخذنا هاي الميدل اير ديفايد انتو أبي تمبانيوم الأتيك والميزو تمبانيوم والهايبو تمبانيوم. يعني شنو مثل ما تشوفون انتو هذا ايش قد كان ارتفاعه الاكسترنال اير والتمبانيك مبرين، كان ارتفاعه 10 ملي متر. الميدل اير ايش قد ارتفاعه 15 ملي متر. هسه راح ناخذه اكو اذا اكو فرق بيناتهم 5 ملي متر، هذا ارتفاعه 10 هاي ارتفاعه 15، اكو فرق 5 ملي متر، هاي المنطقة اللي هي صايرة فوق التمبانيك مبرين نسميها الابي تمبانيوم او نسميها الاتيك. وعندنا الميزو تمبانيوم هذا مقابل التمبانيك ممبرين، وهاي المنطقة هنا الصغيرة جوا اسمها هايبو تمبانيوم جوا التمبانيك ممبرين. فهنا ذني ثلاث مناطق. بعد ايش عندنا من قدام؟ انتو اذا تتخيلون هاي الصورة من قدام راح هاي كوميونيكيتنج وذ هاي نيزو فارنكس عن طريق الاوستاكيان تيوب، ومن ورا راح كوميونيكيتنج ويا من ويا الماستويد. خلي اشوف صورة توضح. مثلا هي هاي الصورة، هذا ورا هنا الورا هذا دا اشر عليه، الورا هسه جاي باع من الانتيرير، الورا اللي دا اشر عليه هذا الماستويد، ومن قدام طالع هيك يجي بوجهي ما اقدر ارسمه منه هيك، هي هاي هاي طالعة هيك اللي قدام جاية بوجهي جاية عليكم بوجهكم، هي هاي الاوستاكيان تيوب. فهاي الانتيرير والبوستيرير كوميونيكيتنج مثل ما تشوفون هاي الصورة بالضبط. فهو ماشي هيجي، هي هاي الكنال هاي الميدل اير، فهذا الاوستاكين تيوب جاي هيش طالع عليكم بوجهكم باعتبار جاي من النيزل هنا يفتح بالنيزو فارنكس، وهاي الميدل اير وراها هذا العظم، هذا العظم اللي بوستير اللي هو الماستويد بروسس اي الماستويد بروسس بالضبط. زين هاي شنو هاي الاتيك المنطقة شرحناها، هاي الميدل اير قلنا 6 وول كافيتي convert sound تنقل لنا الساوند تو بوني موفمنت مثل ما شرحت لكم اياها، تحولها الى بوني موفمنت اخذناها بالبدايه. الابعاد مالت الارتفاع والهاي العرض والطول 2 الى 4 ملم لوكس تايب باي كونكيف لينس كومنيكي مثل الغرفه قلنا، هي تخيلوها مثل الغرفه. كومنيكيت انتيرير اللي اخذناه بوستيرير ماستويد، الماستويد اير سيل هي وراها الماستويد يكون محفر وبمكانات يعني هيك بحفر، وذني الحفرات يحتوون على اير سيل مثل الساينس تشبه الساينس، هاي الماستويد اير سيلز هي ماستويد ساينس يعني هم تحتوي على اير سيلز موجوده ورا الاذن. هسه راح ناخذها اللي قدام، قلنا البارتس مالت اخذناها ابي تمبانيوم هذا الفوق، هذا الابي تمبانيوم فوق يعني هي تمشي فوق التمبانيك ممبرين، مقابيل التمبانيك ممبرين ميزو وجوا الهايبو. الكونتينت هسه ايش تحتوي الكونتينت مال الميدل اير، هاي مهمه الكونتينت. كنيرف تحتوي لنا على نيرف واحد اللي هو الكورد تمباني، هيك معلق مثل الحبل مال الملابس مثل ما تشوفون، هذا الكورد تمباني معلق يطب بنص الميدل اير يجينا من الفيشيال نير، هو ما يغذي شي بيها بس يطب من نص هاي. وعندنا المصل، عندنا تو مصل اللي هي تنسور تمباني وستابيدس، الستابيدس والتنسور تمباني ذني تو مصل هسه هم راح ناخذهن، والبون ثري اللي هي الانكاس والمالس والستابيز اللي اخذناهن هم شرحت لكم اياها، المطرقه والسندان هي المالس اول واحد وبصفه انكاس وبعدين الستابيز. زين هاي شنو الكورد تمباني اخذناه. زين هسه راح ناخذ الوول مال هاي الغرفه اللي هي ست هي الغرفه مو بها سقف وقاع واربع حيطان، فاحنا هم راح نقول فلور وروف
وميديال ولاترال وول وانتيرير وبوستيرير وول. تخيلوها هيك انتيرير وبوستيرير ميديال ولاترال وفلور وروف. فراح ناخذ اول شيء الروف مالتها راح يكون السطح يعني تمباني تجمنتم تمباني اللي هو يعني نفسه هو البتراس بون مثل ما تشوفون هسه هاي الصوره اللي دبا عليها منين من الانتيرير دبا عليها هذا الفلور مالتها هو العظم الروف قصدي مالتها هو التجمنتم تمباني اللي هو البتراس بون. الفلور جوجولار بروسس هو هم جوجولار بروسس هم موجود بالتيمبورال بون هي يكون لذلك الجوجولار فين كلش قريب عليها لان مالتها اصلا هي الفلور جوجولار بروسس واللي راح يفصلها عن الجوجولار فين عبارة عن عظم هيك كلش خفيف مثل الورقة يعني لازم تتخيلوها هاي شوية هي الفلور هو الفلور مالتها هو الجوجولار بروسس واللاترال وول مالتها الاير درام هي التمبانيك ميمبرين اخذناها احنا هو اللاترال وول شرحناها مالتها اخذناه هو هذا اللي هو الاير درام واخذنا الفلور واخذنا الروف ايش بقالنا بقالنا الميديال وول هسه راح ناخذه وبقالنا البوستيرير وول هذا الجوه وبقالنا الانتيرير وول اللي احنا شايليه هسه شايلين الانتيرير وول ودمباو ايش عندنا ملاحظه مثل ما تشوفون بهاي الصوره هذا قلنا هذا الروف التمباني والفلور هذا الجوجولار بروسس هي هاي الميدل اير هذا مكان الميدل اير وهاي مالتها الفلور ايش عندنا عندنا هذا هاي الكنال مال كاروتيد ارتري هاي كلش مهمه مال كاروتيد ارتري يكون كلش قريب عليها وهذا البوستيرير لها قلنا هذا الماستويد بروسس وهاي الايرسيال مالته لذلك يعني تكون بالعمليات مال ماستويدكتومي مال هي مال ميدل اير لازم ننتبه على ارتر وعلى الفين وحتى مرات اهل الميديا اوتايتس او ام اي ميديا اوتايتس وز هاي اكس بولجينج ما ادري اكس بلوجن لا بولجينج لا ميديا اوتايتس وز افيوجن هيك شيء مرض هسه راح ناخذه بالنهايه ما اتذكر اسمه المهم دول يكون الاذن الميدل اير احنا مو قلنا لازم ايريتد بها تكون تحتوي فقط على اير تكون مفلت متروسه بسوائل لذلك ما راح يسمعون دول راح تنسد مالتهم الاير بس شنو راح يسمعون دوق صوت دقه القلب ليش لان هذا الكاروتيد قريب عليها وما طول اكو مي فلويد سوائل فهاي الفلويد هي راح تنقل الصوت مال دقه القلب لذلك اهل الميديا اوتايتس دائما يقول لك اسمع صوت دقه قلبي باذني بعد بهاي الصورة عندنا هاي نشوفوا هاي الكنال مال فيشيال نيرف هاي الكنال او فيشيال نيرف هاي هم مهمة لان هو يمشي قلنا على يطلع بالميديال وبالبوستيرير وول فهاي يعني كلش كلينيكال هاي المنطقة كلش خطرة ومهمة زين هاي نفس الحكي هاي التأشيرات هاي الماستويد هاي الكنال او فيشيال هي هاي ميدل اير هاي شنو ستايلو ماستويد هاي هنا الستايلو هاي الفيشيال نيرف يطب الستايلو ماستويد فورايمن وهاي جوجولير فورايمن اللي هو البروسس وهاي الكنال مال كاروتيد وهي هاي الميدل اير زين هسه الوولز اللي اخذناهن نفس الحكي لاترال وولز تمبانيام زين هسه عندنا الميديال وول بهاي الصوره تخيلوا انتو الميديال وول داخلين من الاذن عن طريق التمبانيك ميمبرين يعني هسه المشيول التمبانيك ميمبرين يعني هي مو غرفه تخيلوها انه انتو شلتوا التمبانيك ميمبرين فلما ينشال التمبانيك ميمبرين بوجهه قبل ايش راح يصير الميديال وول والانتيرير شلون عرفت انا هنا كتبت انتيرير لان هذا الارتري كاروتيد ارتري يصير هو انتيرير للميدل اير لذلك هذا الانتيرير وول هذا البوستيرير وول هذا الفلور وهذا الروف اذا هنا وشلون تعرفوا بعد ميديال وول عن طريق ذني الفتحات هاي الفتحه وهاي الفتحه اذا هذا الميديال وول شايلين هنا بقى مثل ما تشوفون بهاي الصوره هنا شايلين التمبانيك ميمبرين فصار الميديال وول بوجهك فش يحتوي الميديال وول يحتوي على برومونتري
اللي هو اخذناه هذا رقم واحد مال كوكليار، قلنا الطعجه مو اكو مثل الطعجه، هي هاي عاد تشوفوها طعجه صايره، هاي الطعجه اللي هي هاي مال كوكليار، والكوكليار مال انر اير بعدين ناخذه. البرومونتري، التمبانيك بلكسز، هاي رقم اثنين التمبانيك بلكسز، مثل ما تشوفون هاي التمبانيك بلكسز هي اللي تغذي لنا الميدل اير، راح ناخذها منين تتكون منين جايه، هسه راح ناخذ هي هاي النيرفز اللي تغذي لنا الميدل اير التمبانيك بلكسز. رقم ثلاثة الاوفال ويندو، هاي رقم ثلاثة الاوفال ويندو، هي هاي من خلالها هاي تشوفوها هاي الفتحه هنا بهاي الصوره الاوفال ويندو، هاي الاوفال ويندو مسدوده بالفوت اوف ستابيتس، الفوت مال ستابيتس هي راح تسد لنا الاوفال ويندو. واخير شيء وعندنا الراوند، راوند ويندو هاي رقم اربعة الدائريه، هاي يسدها ممبرين عادي، تنسد خلال ممبرين عادي، ذني الويندو يحافظ على التوازن وما التوازن والصوت يطب ويطلع. وعندنا الفيشال كانال مثل ما تشوفون هاي رقم خمسة، قلنا احنا الفيشال يمشي على الميدل وعلى البوستيرير وول، مثل ما تشوفون هنا موجود بالميدل وبالبوستيرير بالميديال كانال، ومن هنا راح يروح بعد هيك هي هاي القناه مالته هذا تشوفوا هاي اللي مأشرها من هنا، ويطب هذا الستايلوماستويد فورامن، راح يطب بي هذا الستايلوماستويد فورامن، ويعطينا التمبانيك، تمبانيك نيرف كوردا تمباني قصدي، هذا الاحمر اللي مأشره هو هذا الكوردا تمباني، هنا مبين ما هذا الكوردا تمباني بس مقصوص هنا، هذا تشوفوا قاصي هيك يمشي بالنص مثل الحبل. وعندنا خير شاي ستة لاتر سيمي سيركولار كانال، هاي هيك ما ادري شنو يعني، هو الدكتور ما شرحها عافي. فهي هاي المكونات مال ميديال وول، اهم شيء الاوفال ويندو اللي هي الفوت اوف ستابيز سدها، والتمبانيك بلكس هسه راح ناخذها. زين هاي الحكي بالعربي، هاي المسار هي مال فيشال نيرف يطب بالكنال وبعدين يطلع ويطي الكوردة تمباني ويطب هو، او اصلا منين يجينا؟ يجينا من الانترنال اكوستيك ميتاس، انترنال اكوستيك ميتاس هاي راح ناخذها بالانر اير، ويطلع لنا من الانترنال اكوستيك ميتاس يطب على الميدل اير فيشال نيرف، يمشي على الميديال والبوستيرير وول، بعدين من البوستيرير وول راح يطلع، يعني ما يروح للاكسترنال اير ما يوصل، لا راح يطب بالماستويد بروسس بالستايلو ماستويد فورامين راح يدخل. هاي الانكاس زين، انتيريور كونتين زين. هسه ايش عندنا؟ عندنا الانتيريور وول، هسه الانتيريور وول اللي هو يفصل لنا الميدل اير عن كاروتيد كانال، قلنا يصير قدامه هو الكاروتيد ارتري انتيرير وول قصدي، فالميدل اير هاي الميدل اير وهذا الانتيرير وول وهذا الارتري يصير انتيرير له، فهذا الانتيرير وول، واحنا قلنا هاي نفس احنا هاي الميديال وول وهذا البوستيرير وول مثل ما تشوفون. فايش يحتوي؟ يحتوي على فتحتين، ام اول سيمي كانال فور تنسور تمباني، هاي المصل اللي اخذناها قلنا عليها تنسور تمباني، هاي رقم واحد اللي هي ابر موست اعلى وحده، هاي تنسور تمباني رقم واحد. مثل ما تشوفون هاي التنسور تمباني طابه هيجي ومالتها التندون هيجي، يجي يطلع اللي قدام بوجهكم يجي على اللاترال وور على هاي ممبرين على التمبانيك ممبرين، يجي يلتصق قصدي بالنك اوف مالاس، هو المالاس ملتصق بالتمبانيك ممبرين، لذلك هي راح تاثر على التمبانيك ممبرين. وهسه راح ناخذ شلون تشتغل، بس هي تعرفون انه المهم هي جايه طالعه تطب من الانتيريور وول وتجي على اللاترال وول، ترتبط بالنك اوف مالاس. وعندنا الثاني الاوبننج هاي مال اوستاكيان تيوب، اللي قبل هاي الاوستاكيان تيوب راح يروح على اللاترال وول اوف نيزو فارنكس، يطلع من قدام، تخيلوا هيك من قدام اذنكم يطلع ويروح على النيزو فارنكس مثل ما شفناها الصوره قبل شويه. الملاحظه انه الميدل اير هي اريتد قلنا، لذلك مالتها اللايننج التيشو اللايننج راح يكون ريسبيرتوري تيشو، هاي مال سيدو سترايديفايد، ليش؟ لان هي هم تعتبر بيها هوا اريتد، لذلك هاي اللايننج والميوكوسا ايش راح يفرزن؟ راح والجوبلت سيال مال ريسبيرتوري راح يفرزن ميوكوسا ويفرزن فلويد، فهاي الاوستاكين تيوب هي راح تسوي لنا درين تذني الفلويد وتوديها للنيزو فارنكس. هسه التنسور تمباني قلنا تجينا تطب لنا من الانتيريور وول مثل ما تشوفون، وبعدين هوك وتجي تسوي هوك تفتر وتجي لللاترال وول وترتبط بالنك اوف مالاس،
مثل ما تشوفون هاي من هنا هسه هذا اللاترال وول هذا بوجهنا هنا هذا كان الميديال وول هسه هذا اللاترال وول هذا التيمبانيك ميمبرين فهي جايه هيك ومسويه هوك ومرتبطه بالنك اوف مالس لذلك هاي لما نسوي كونتراكشن راح تسحب التيمبانيك تخيلوا هسه هاي المصر راح تسحبه هيك اللي قدام تجيبه عليكم هذا الميمبرين راح ينسحب عليكم فراح تسوي تنشن مالته كلش قوي بعد ما يتحرك هاي ليش هاي المصل ليش تسوي هيك هاي لما يجي صوت عالي كلش راح تسحب لنا التيمبانيك ميمبرين هيك مثل الجره مثل تكبر قمع وهيك هو في شيء دايره تسوي قمع تكبره الجره هيك عليكم وبوجهكم حتى شنو حتى ما يتحرك حتى ما يصير بي انجري بالصوت العالي بالصدن هاي ساوند فهاي الرفلكس نسميها رفلكس كونتراكشن هسه راح ناخذ ذني الرفلكسات يعني هاي انفولنتري تشتغل بالرفلكس بالرفلكس وقلنا مثل ما تذكرون الماندبل برانش اوف تراجيمينال نيرف يغذي تو تنسور مصل وحده كانت تنسور بلاتين والثانيه هاي تنسور تمباني يغذيها الماندبل برانش هذا نفس الحكي هاي قلت لكم هي بالرفلكس ومن يغذيها دامز ذا ساوند يعني شنو تثبت الصوت الوظيفه مالته دامز ذا ساوند يعني شنو لما يجي صوت عالي راح تثبته راح تسحب لنا التمبانك هذا راح تسحبه علينا بالوجه فما راح بالهاي بالصوت العالي المفاجئ ما راح يعني تحافظ على التمبانك ميمبرين ومالتها الرفلكس شلون هسه راح ناخذه اللي قدام يعني بعد هم كوصل ثانيه زين شو عندنا هسه الاوديتوري تيوب هاي اخذناها ماخذيها قبل 3.5 سنتيمتر 3.5 سنتيمتر دايركت داونورد فورورد ميديالي تطلع هي من قدام وتروح ميديالي تطلع من قدام وتروح ميديالي تتخيلوها من يم الاذن والخشمكم فور يعني داونورد فورورد ميديالي كونتين كونكت ذا ميدل اير نيزو فالانكس نعرف هاي الجزء مالتها التمبانيك يعني الثلث اللي يرتبط بالتمبانيك يعني هذا اول ما تطلع من الميدل اير هذا راح يكون اوسيوس يعني عظمي بينما هذا الجزء اللي يرتبط بالفالانكس الثلثين اللي ترتبط بالفالانكس راح يكون بوني بارت قصدي كارتلجينيوس بارت الوظيفة مال الاوستاكنج انه اكولايز ذا ميديال اير بريشر البريشر يعني عادلنا البريشر وذ اتموسفيرك بريشر يعني البريشر مال اير ويا البريشر مال اتموسفير والدرين ذا فلويد هم وهنا اذا صار بي ديسفكشن يعني انسدت الاوستاكنج تيوب وصار به التهاب او شيء فايش راح يصير عندنا بالبداية لما تنسد الميدل اير راح تفرغ ما راح يصير بها هواء لذلك راح يصير بيها اير درام ريتراكشن يعني التيمبانيك ميمبرين راح ينسحب اللي وراي يطب اللي جوا يطب ميديال للميدل اير يعني شلون ما هاي المصل شو تسوي احنا المصل التنسور تباني مو قلنا نسحبه ميديالي هم كانه المصل ده تشتغل راح ينسحب اللي جوا راح يصير بيه ريتراكشن ليش بكوسكوف نيجاتيف بريشر اللي مسدود الاوستاكين تيوب بعدين لما راح تتجمع السوائل السوائل راح ترجع تسوي بيه بالجينج جلار اير نسميه تسوي بيه بالج راح تطلع اللي برا مثل ما تشوفوا بهالصوره هو بالبدايه دخل اللي جوا لين صار بيه نيجاتيف بريشر بعدين طلع اللي برا راح يطلع اللي برا ليش بسبب السوائل فهاي حالة نسميها OME اللي هي Otitis Media with Effusion حرف الـ E Effusion يعني الـ Effusion هاي هو وجود القيح راح والفلويد لأن الأوستاكين تيوب مسدودة فهي أول ما تنسد الأوستاكين تيوب ماكو هواء بعدين راح يتجمع عن السوائل بالأطفال يقول لك دائما يكونون عرضة يصير بهم Otitis Media هي الـ OME ليش لان مالتهم ودائما الاذن يصير بيها التهابات حتى لما بس ينشل اذنه راح تلتهب بالطفل ليش لان مالت الاوديتوري تيوب راح يكون شولتر وايدر ومور هوريزنتال الاوستاكين تيوب مثل ما تشوفون بحس الادولت راح يكون نازل ورفيع هذا عريض وهيج بالطول لذلك الانفكشن استبراد مالتها راح يكون بسهوله وهو اصلا عريض فقبل راح تجي الانفكشن من النويز للاذن وتلتهب تنسد الاوستاكين تيوب ويصير عنده التهابات هسه البوستيريور وول يحتوي على ثلاث شغلات
أول شيء عندنا الأديتاس اللي هي هاي مثل الويندوز، هاي الأديتاس هاي رقم واحد مثل الويندوز اللي تربطنا هي الميدل إير بالماستويد أنترام. الماستويد أنترام هي هاي الأكبر فتحة، هنا بده يشوفوا ذني الفتحات بالماستويد، أكبر فتحة هي هاي نسميها الماستويد أنترام اللي بيها إير سيلز، فهي تربطنا الماستويد بالميدل إير هي هاي الأديتاس، هو الويندوز اللي عبارة عن ويندوز اللي هو موجود بالبوستيريور وول. هنا انا يعني شو مسوي؟ شايل الانتيرير وول، يعني شلون طاب من قدام، شايل الاوستاكين تيوب وشايل الانتيرير وول، طاب من قدام، من قدام الوجه يتوجه بوجهك، شايل من قدام وطاب على الميدل اير. وبعد ايش عندنا شغله ثانيه؟ فيرتيكال فيشال كانال. احنا مو قلنا الفيشال يمشي، احنا اول شيء هذا التيمبانيك ميمبرين، زين هذا اللاترال وول وهذا الميديال وول، قلنا هذا الفيشال، هذا الفيشال هذا بالطرف يمشي على الميديال وول، بعدين يروح على البوستيرير وول، بعدين يطب الستايلوماستويد فورامين ويمشي هذا المسار مارته. فاذا فيرتيكال فيشال كانال، هاي الفيرتيكال فيشال كانال موجوده وين؟ بالبوستيرير وول. اضافه عندنا الى بيراميدال امينيمس، هذه امينيمس يعني هيش نتو بروز، هذا رقم ثلاثة اللي هو هذا شنو فائدته؟ يعطينا اورجين جيف رايز تو ستابيدس مسل، عندنا مسل ستابيدس مسل اللي يعطيها تطلع لنا منين؟ من البيراميدال امينيمس الموجود بالبوستيرير وول. زين هاي الاستبيديوس مسل قلنا هي من البوستيرير وول من الامينيمس، ومالتها هاي الانسيرشن وين؟ بالنيك اوف ستابيدس، بالستابيدس، بالستابيدس مالتها الانسيرشن، يعني قلنا ذيك التنسور تمباني كان بالنيك اوف مالس، هاي بالنيك اوف ستابيدس. شنو وظيفتها؟ بالضبط نفس وظيفة التنسور تمباني، هم إذا إجا صوت عالي إيش راح تسوي؟ راح تخلي الفوت بليت مال هذا ستيبيز راح تسحبها منين؟ من الأوفال ويندوز، هي مو سد الأوفال ويندوز، راح تسحبها، هم تسوي ريفلكس، هم شغلها انفولنتري وبس بالريفلكس، انفولنتري وبس بالريفلكس. من يغذيها؟ يغذيها الفيشيال نيرف، هاي الاكوستيك ريفلكس. احنا قلنا اي ريفلكس نعرف لازم بي نيرفين، اول نيرف يا هو الكوكليو فيستيبيولو كوكليار نيرف، الاكوستيك نيرف اللي هو الثامن، هو يجي صوت عالي فهذا النيرف راح يتحسس الصوت العالي فراح يسوي ريفلكس، هذا مو راح يتحسس صوت عالي راح يسوي لنا ريفلكس، راح ياثر على الفيشيال نيرف وعلى المانديبيولار نيرف، يحرك المسل الاستبيدس والتنسور تمباني. وهاي مقارنة بيناتهن اللي هي استبيدس سمولست سكريتال مسل تعتبر، والتنسور اتاش تو مالاس انكريز تنشن اون اير درام بريفين دامج، اثنيناتهن بريفين دامج واثنيناتهن دامت يسوون يعني يثبطن اللارج فايبريشن يعني الصوت العالي، وبروتكت اوفال ويندو هذا الاستبيدس، يعني نفس الحكي اثنيناتهن نفس الشغل. هذا المسار مال فيشيال قلنا يجي من السوبيريور راح يمشي لنا شويه هوريزونتال كورس على الميديال وول، هوريزونتال كورس هذا الميديال وول، بعدين راح فيرتيكال وول على البوستيريور وول، فيرتيكال هذا كورس على البوستيريور وول. فيشيال نيرف ان ذا ميدل اير اسمه فالوبيان كانال، مات الكانال اسمه فالوبيان كانال تابو. زين هسه الميدل اير ديزيز مرات الميدل اير ديزيز يصير لور موتور نيورون فيشيال بالسي، ليش؟ لان هو بالميدل اير هو اصلا يمشي الفيشيال نيرف، فمرات اذا صار التهاب او شيء تاثر على الفيشيال نيرف يسوي لنا فيشيال بالسي. الماستويد ال سي ار مثل ما قلت لكم نيومنايز ذا ماستويد بروسيس، يعني موجوده بالماستويد بروسيس، عباره عن فتحات وتحتوي هواء، اكبر وحده قلت لكم اسمها الانترام، وقلت لكم يرتبط بالميدل اير عن طريق هاي الفتحة اللي اخذناها اسمها الاديتاس. واخيرا ملاحظة شنو ومالتها الميوكوسا؟ قلنا الريسبيراتوري، هن الماستويد والميدل اير ريسبيراتوري، هاي نفس الحكي. الميدل ديزيز سمتايمز ار اسوسييت، مرات ميدل اير يصير ماستويدايتس يعني التهاب بالماستويد، لان هي الميدل اير مفتوحة واز كامل مفتوحة على الماستويد، لذلك التهابات بالميدل اير مرات تنتقل للماستويد، يعني عادي مو مشكلة.
زين هسه الاوديتوري اوسيكلز العظيمات مال الاوديتوري خدناها الانكس والمالس والستيبيز. قلنا اول وحده المالس هاي بصفة الانكس وراها الستيبيز. ارتكوليت باي ساينوفيال جوينت بيناتن هذا جوينت وهذا جوينت هسه راح ناخذ اساميهن. فيكست باي ذير اتاتشمنت تو ذا فور وول اوف ذا ميدل اير يرتبطن فور وول مال ميدل اير الميديال واللاترال والانتيريور والبوستيريور يمكن الميديال واللاترال اي والانتيريور والبوستيريور. الانتيريور والبوستيريور شلون يربطن على الطريق ذني المصلات اللي اخذناهن اللي تجينا من الانتيريور هي التنسر تمباني وتجينا من البوستيريور هي الاستابيدس وهن اصلا هاي المالس مرتبط بالايردرام باللاترال وهذا مرتبط بالهاي بالويندوز وبالكوكليار بالميديال لذلك مرتبط باربع اول لذلك تكون ثابته. لذلك لما يصير فايبريشن بالهاي تمبانيك ميمبرين ايش راح يسوي؟ موفمنت اوف ستابيدس فوت بليت هاي الفوت بليت الفوت مال ستابيدس هي ستيبي هاي الفوت بليت اوف ستيبيز وراح تحرك لنا الفلويد اوف كوكليار نفس ما شرحنا نفس الحكي بالضبط. هذا نفس الحكي ساينوفيال جوينت استبيدس قلنا فوت بليت اون ذا اوفال ويندو تتحرك على الاوفال ويندو هاي الفوت بليت مال ستيبيدس. ذن الجوينت تايت النيكيولو مولر جوينت بين الهاي المالاس والهاي الانكاس والنيكيولو استبيدال جوينت بين هاي الانكاس والستيبيدس ذن اثنين جوينت وهذا النيكيولو مولر جوينت نوع سادل جوينت هن جوينتين. اخير شيء الفاكشن مال ميدل اير قلنا ترانسميت ساوند تنقل الساوند من هاي التمبانيك ميمبرين للاوفال ويندو عن طريق شنو هو الاوسيكولار تشين يعني العظام عن طريق ذني التشين السلسله مال العظام راح تنقل لنا الموجات مال الصوت عن طريق تحولها الى ميكانيك كونفيرت الى ميكانيكال فورس ميكانيكال ابلايد ميكانيكال فورس يعني ميكانيكال ويف وتنقلها للاوفال ويندو وبعدين هاي الاوفال ويندو هاي الميكانيكال فورس الميكانيكال ويف راح تضرب لنا الفلويد وايضا راح تزيد لنا الساوند انتنسيتي يا هاي الميدل اير رابع ثالث شغله نسوي لنا الانتنسيتي احنا اخذناها اجمنتيشن اخذناها بالبدايه شلون نزيد الانتنسيتي عن طريق شنو التمبانيك ميمبرين 17 مره اكبر من الاوفال ويندو اكبر من اوفال ويندو سيرفيس اريا ميكانيزم والليفر ميكانيزم المالر هاندل الهاندل اوف مالاس 1.3 تايمز ار لينث اوف لونج بروسيس اوف انكاس يعني شنو هو هاي الانكاس هاي اطول من يمها بمقدار 1.3 بحو هذا المالر هاندل هذا الطول مالته واللونج بروسيس اوف انكاس هذا مثل ما تشوفون فهذا اطول من يمه ب 1.3 فلما نضرب 1.3 في 17 يساوي لنا 22 والدكتور قال لا تركزوا عليه بس عرفوا انه يكبر 22 مره بس كميكانيزم صعب عليكم بس انتوا عرفوا انه التمبانيك ميمبرين اكبر ب 17 مره من الاوفال ويندو وهذا المالر هاندل اطول بمقدار 1.3 من اللونج بروسيس اوف انكاس ميدل اير ديزيز قلنا الميدل اير ديزيز تنتج لنا كوندكتيف هير لوزينج لان هي وظيفتها كوندكتيف مثل ما شرحنا هي والاكسترنال لان ماكو نير بيها مجال تتعالج والارتيريال سبلاي لان الارتيريال سبلاي تقروها انتير تمبانيك براتش اوف ماكسيلاري هاي ماخذي ستايلوماستويد اوف بوستيريور اوكيولار ارتري ماخذي سيندينج فارنجيال وميدل مننجيال ارتري والفين نفس الشيء ويروح عند السوبيريور تروزا ساينس وتريغويد بلاكسيز نفس الحكي كل الماخذين ذني البرانشات قديمات واضافه الى تبانيك كافتي ماستويد اير سيل ار سبلاي باي زين النيرف سبلاي هي البلاكسيز تبانيك بلاكسيز منين يجيها برانش التبانيك برانش هاي تبانيك بلاكسيز منين تتكون تبانيك برانش اوف جلوسو فارنجيال نيرف التاسع جلوسو فارنجيال نيرف وال كوراتيكو تيمبانيك برانش اوف ذا كاروتيد سمباثيتك بلكسس مثل ما تشوفون هذا هذا الكاروتيد هاي الصوره هذا الكاروتيد اكو بلكسس سمباثيتك بلكسس ديجي من يمها برانش ويطب الهاي البلكسس للتيمبانيك بلكسس اسمه كوراتيكو تيمبانيك برانش
والنيرف الموجودات بالميدل اير قلنا اللي يمشي بالميدل اير اخذناها للكورد التمباني والفيشيال نيرف، خلصت.